السلام على محيي المؤمنين ومبير الكافرين، السلام على مهدي الأمم. على بين علينا أن نغير، علينا أن نكون دعاة للظهور، ولكن بمن؟ بصلاة الليل، بالنهي عن الموبقات، عن الكبائر، عن عن عن، ومساعدة الفقير فوق كل هذا الحكي. لذلك أخوان أعلمكم طريقة بالدعاء، لا تدعو روحك أبدا، لا تقول الله يرزقني، قول الله يرزق فلان، الله يرزق فلان، الله يحفظ فلانة، الله يستر عرض فلان، الله يصلح فلان وفلانة، الله، وشوف الله شو يسوي لك. تقدر تسويها؟ لا تفضل نفسك أنت، خلي نفسك ما هي ما موجودة، وابدأ بهذا المشروع شوف شو تسوي، تقلب الدنيا قلب. لذلك احنا محتاجين، هل نستطيع ان نكسر الجدار ونخرج الامام اللي لا يفصله الا اعمالنا وخوفنا وجبننا؟ فكيف يخرج الامام ان لم نكسر الجدار؟